الكتلة؟ هغسل ايدي. هتغسلي ايدك ليه؟ احنا كنا حاجة؟ خلاص. ده يلم الأكل الواحد يبص له ويخلص. ايه يا امي رايحة فين؟ خلاص كلت. لا يا امي كده أكل برضه. ثانك يو ماما عواطف. استني 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 تعالي عواطف. ايه؟ أنا أقول لي هو أنت أمها؟ أمها؟ ها؟ أنت أمها؟ لا مش أمها، أنا زي أمها. زي أمها؟ آه. وهي زيها زي فين؟ مين دي؟ ما تحددي أنت عايزة إيه وليا. يعني أنت زي أمها، طب هي البت دي أمها فين؟ أمها ماتت. ماتت؟ آه. ماتت إزاي؟ الفيل موتها. طب والفيل فين؟ الفيل في الحديقة عايش، هي اللي ماتت. يعني انفصلوا؟ مين دول اللي انفصلوا؟ هم انفصلوا عن بعض؟ مين دول؟ أنا الولية مش أنت اللي بتقولي إن أمها كانت متجوزة فيل؟ بقول أنتِ هتأوليني يا ولية؟ والله قلت أمها. أنا ما قلتش حاجة. والله والله قلت أمها وحشة. والله العظيم ما قلت. طب أنتِ ما صدمتيش أمها؟ وأنتِ مش صدمتيش. أنتوا بتتخانقوا ليه في إيه؟ لا دي ست مش ما حصلتش إيه ده؟ بتغلط في ماما في ماما. يا حربوها يا حربية. حربوها يا حربية. بس يا عواطف يلا اطلعي بره. يلا امشي امشي يلا ده ضربة الجنب ما تتضرب في كعب رجلك خلاص وتروحي تعتقل في عقب الساعة شلنتي امشي يا مزغودة ده ضربة بس قولي لي بقى قولي لي بقى انت بقى فيكي حاجة كده يعني مغيرة ايه هي بقى؟ قطاطا اقول لك على سر بس اوعي تقولي لأي حد خالص كبير تعالي هاجي باي هبطل الاكل بقى اه كفايه كده يلا صح؟ ايه ايه ده؟ الله الشياكه والحلاوه دي حلوه في السجن قوي جبت من السجن ده تحفه قمر وطلبت ان انا اجيب الفساتين التانية كلها من السجن عشان لما اخرج واجي يبقى انا معاكي كويسة تحفة يجنن ايوه قطاطا عارفة ايه اللي شاغلني بجد؟ ايه بقى اللي شاغلك؟ الليمبي الليمبي؟ يا سلام على الليمبي الليمبي ده الله طب احكي لي احكي لي والنبي قطاطا عشان وحشني قوي حاضر يا سيدي صلى على النبي فاضروا ممتلكاته وحماره وسيفه وبيعوهم على عبيد عبيد ايه يا عبيد انا اوعى اوعى ده انا اللب ايه انا من مصر ومن الدنيا يا عم الحاج يعني السيده زينب ولا انا كفار على نفسكم يابا انا من السيده زينب يعني انا حاجه قديمه ايه يا بابا ايه يا بابا ايه يا بابا صهين صهين ايها العبد يا عم صهين ايه والمصحف الشريف يخش غزالكم هوبت بتاعكم ده اذا انت من اتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل ويحك ويحك ايها العبد الذي يدعو الى الدين الجديد ايه ده ابو لهب ده ولا ايه ابو لهب ايوه ابو لهب اوعى يا عم عرفتك يا عم الكفار ويجب عليك ان تذم نفسك قبل ان اعمل معاك ماذا تقول؟ بلا ماذا اقول بلا ماذا بقول الله ايه يا عم الحاج انت ايه؟ هو سكتنا له دخل بحمار ولا ايه؟ مفيش بني ادم بيحبك ومكروه على وجه البسيطه كلها ايوه مالكش ارضيه عند البني ادمين لا في الشيك ولا في الشعبي لهجتك غريبه جدا اذا سأشتري العبد والجارية وهذا الرجل أيضاً ب1500 دينار إنني لا أعرفه ولقد كنت أبيع ابنة أخي يا جدي أنا أعرفه يا عم أنت أبو لهب أنا عارفه إيه يا عمو ده إحنا قرايب يا عم ده هريسة ده مضيع النسوان بتاعت العيلة كلها حلال عليك سأحر لك الصك في الحال خذ هذا أيوه وش معنى هذا؟ لماذا هذا؟ لا تسألوا عن أصله وفصله من فين صهين يا عبد السوق لا تتطاول على أسيادك إنه سيد قبيلة بني زرزور قلت لك قلت لك إيه يعني جاي مختارنا لك يعني ولا إيه صهين يا عبد السوق يعني ولا صهين بلا 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 كبلوهم
ايه تبنوهم دي؟ يعني ايه تبنوهم؟ انا ما تبنش انا عشان اتشوي يا عم الحاج. اوعى اوعى يا عم انت. لا يا عم الحاج، مش اللمب اللي يتحط على الجيرين. اوعى يا عم الحاج، اللمب ما يتسويش ابدا. ايه دي العين؟ حتى لا يأخذونك ويعذبونك. ما ده سيرك ده ولا ايه؟ ده سيرك. انهم عبيدهم وهم احرار فيما يفعلون به. ايوه ده هيبنوا هيبنوا على الراجل ده بيت ولا ايه؟ الحجر ده صح من ازاي بس؟ انا مش فاهم التصوير ده يعني لحد امتى؟ هي الساعة كام دلوقتي يا سيد زيتون؟ ماذا تقول؟ إيه ماذا تقول؟ عايز أجيب سجاير. أنا أجيب سجاير منين دلوقتي أنا؟ اصمت يا العبد، إنك تثرثر في لغو فارغ. سمعا وطبعا يا مولايش. جناب ازيك يا واد؟ الحمد لله. ام قطط سالت عليك العافيه. والله ما قطع بيا في السجن لوحدي من غير سؤالك عليا يا ام قطط. خلاص يا واد. ايه بكابورت اتفتح في وشي؟ بس اقول لك انا عايز اسالك على حاجه. هي الست لميس مش الحمد لله خفت ولا لسه؟ ايوه يا حبيبي خفت. خفت الجنبين وسابت قدام. والله العظيم ده فيك زي اللي حصل يا ام قطط. هو ده اللي محببني فيك والله. لا بتفكرني انه بامي. ايوه ماسكك بقى وفي دماغك كل شويه تقول لي ام ام. انا حاضر في العجل ده ازاي؟ وانت زي ام ايه العين تعلى الحاجين. لا تعلى يا عم امك بقى. ايه تحبي تروح فين بقى؟ اروح فين عند امك. شكلك مدرس يا خد تكسب الليل. والله دمك زي العسل. ايوه يا حبيبي ده امر يا دم. ايه يا ام ايه ده؟ ويا ده المحرم ولا يا واد؟ لا مؤاخذة يا باشا وربنا ما شفتك العضب على النظر يا باشا. لا مؤاخذة يا باشا انا اسف. ده مين ده يا واد؟ انزلي. ايه ده؟ انزلي. ما هذا؟ اهو انزلي وطلعي وانزلي وطلعي كرني يا مجمع عشان سير. انزلي نزلت سنانك بالطوره. مجمع طلعي يا بت. اطلعي. اطلع فين تاني؟ اطلعي باللي انت مخبيه جوه هنا ده. ايوه ده الكسوف. ها صيغه ولا فلوس ولا ايه بالظبط؟ يا سواتي
سرقت صيغة لابس هانم وانا اللي بعملك زي امي. صحيح يموت الزمار وصباعه بيلعب. يدي كسوف خليش امد ايدي. ها والنبي ما كان بخاطر اللي بس والنبي ما كان قصدي حاجه. ده دول كانوا انت شويه اخد كنت جايبه وباخدهم للمساجين هناك النسوان عشان ياخدوا كده بس مش عامل كده تاني والنبي. وايه اللي انت حطيتها في المخده اللميز ده؟ ده مصحف مصحف كنت ورثه من امي وتحطه هنا تحت المخده عشان الكرابيس وما تفزعش وهي نايمه. طيب اركبي يلا. طب انت زي خدام بيدي؟ لا مش عارف كده يا عم لازم ايه؟ اركبي يلا. طب انت هتقعدي تميس؟ لا مش عامله يلا خلصي. اخد الاخر؟ يلا اخده؟ ايوه تمام يا باشا تمام. يلا بكيف تمام يا باشا يلا. فرقت الزعلان مني؟ لا طيب. يلا امرنا يا باشا امرنا. تمام يا ست قطاطة والله ما خدت بالي. زعلان مني؟ من هذا والسيفة أدفع هذا والسيفة مطلب رئيس الجمري هاتف من هذا والسيفة حبيبتي ودي ود ماهي ودي هناك أدفع هذا فكرتوني بالأعلام بتاع الزمان. هذا الزمان دي الزمان كان كلها بركة. الأرض بركة بتطلع حدات بركة الشمارع بركة الشجر بركة الرجالة كان فيها بركة الكوشية كانت قد كده الكوسادة زمان في المحشي كانت عندي كده والرزاية كانت عندي كده ونجيب الرز بقى بالخلطة بقى ونعمل له سبت والدقدونس والكزبرة ونقعد نقلبه ونحشي في قلب الكوسة ونحطها في قلب المطبخ في الترابيزة كل الحاجات دي ونحشي فيها الكوسة. كنت ست شاطرة على فكرة حلوة لولا كده يا أخي قد ما كان عليا شقة اسمه ملوخية وحياة جنجي. الشقة دي مفيش عروسة تعملها في ليلة فرحة. إنما قوليلي أيوه الخير ده كله جالك منين؟ نكتب وعقد ولا بحلاها؟ ما تكتب وأنت ساكتة بس تدعي بالشفا. شفا؟ لأي حد حتى ليكي يسويكي يا رب بالشفا يا رب. أيوه حلو العقد يا بنت؟ أوي 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 فكرني بأيام زمان أيام ما كنا مستتتين في بيوتنا. نكتب شوفت النجم بتهكر مع يامي ده دي موقوشة وده في موقوشة دي انت بتاخده ايه؟ يا خلاص مش عارفة أدب؟ أيوة جمعة إيه؟ ونبي عديها وسع كده بنت دي ونبي انت عسل وقلبك طيب يا خلق عطيت ربنا يخليكي لينا ربنا يخرب بيتك يا حبيبتي يا رب أكلم وانت مزغولة ما بتقوليش ليه على الكسكسي هنا؟ يا اختي الاكل كله زي العسل هو دي محتاجة كلام؟ نبي بس شكلك حطاهم على قلبك قد كده يا ست قطاطة طبعا ما حطهمش على قلبي ليه؟ أصل قلبي أبيض أوي إيه السحرات الثلاثة يا عدلين؟ لا يا مارا قلب أبيض وأنت عارفة ده قلب أبيض ليه؟ ليه؟ عشان أنا مسامح والمسامح غريب اسمعني يا بنت اسمعني يا بنت بنت الكلب حكى على أمك برضك حكى على واحدة زي أمك يا بنتي والله من هذه المنتج تنبين أما راهم فين؟ أما فين؟ هناك أهو؟ أيوة عشان تشوف الناس قد إيه بقى ست كويسة يلا خدوا يلا خدوا لا الأول تدعوا بالشفا لسحبة الكرامات دي جرى إيه يا أختي؟ أنت هتقططيلي على لقمة أنا عارفة لا يا أختي لو مش عاجبك كلي من أكل السجن يا ضنايا أهو النهاردة طبخين جزم كلي لي الجزمتين وشرابين مخللين معلش يا انوسة اصلها بتهزر معاكي يا روح قلبي إيه انت قلبك طيب مش كده بس بنتي
قولي لي بقى يا وليه انت الاكل ده كده انت جايباه ونيتك مسامحه فيه ولا هينزل معدتنا يهريها؟ وايه دخل الرجاله عندنا في السجن يا ست انت؟ جرعيه يا وليه؟ مدخل الرجاله ليه عندك بعد ما نعبر؟ انت هتقعدي تقتتيلي وتقعدي تدرسي فينا مجاني اللقمه خير نطفعها. ادعوا الاول بالسيفه لما ناكل. ما هو انا اقول لهم بصي عشان خاطر البنت العسل دي. ناكل يا اختي القاو. بس بخد الراجل اللي معاك يا اختي وروحي ورا الـ ورا الـ ورا المبنى ما تجيبوش عيني عينك كده يا اختي. بقول لك ايه يا ولية حسن. اقعد ونبع هديك بسجر على بقك يا اختي. خد الاكل خلينا ناكل. لا 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 سبحان من أبدع الجمال اللي فيكي اللي جواكي واللي أجمل من جمال موناليزا. ما هتسألك على الجمال الخارجي لشبه الحمار الوحشي؟ ما تصحنيش من الحلم اللي أنا فيه يا عباس. قطاطا هو أنت دفعتي عن نفسك إزاي في المحكمة؟ يا داري ده تسكتي ده كان يوم يا نهار أسود الناس عمالة تصور بالتلفزيون محمد ماسكه في ايديها حاجات كده بتاعت اللي هم دول يكلموا ورحت معاهم ماسكه معاهم الالتهام كده وقعدت اقول انا مريع انا مسلومه انا تعب فيا والراجل اللي هو ماسك الشاكوشه ايوه القاضي ده نجار ده ولا ايه؟ لا القاضي كان بيضرب كل شويه ان قلت فيه مسمار في التخته في التخته ولا حاجه وما قلتيش بقى مين اللي ظلمك ها؟ نبني عارفه بقى الا وشها اتغير بيقولوا مش لاقيينهم كويس قوي انه ما ادكيش اعدام النبي رندي كان يتحط براحة كانت براحة بدل واحد وحد في الواحد بدل ما هو عايش في كل امر يروح يلعب في دماغه يتلعب فيه لا طبعا والعبيطة بقولك ايه ها ما تيجي ناكل بطاطس عايزة بطاطس برضو ناكل بطاطس مش فاهمة ايه حبك في البطاطس بحب عرنبية المعدي حاضر وايه تاني؟ ونخويا بالمعيز معيز؟ في ملوخيه بالارانب؟ حاضر هجيب لك كل اللي انت عايزاه بس خلينا في الحاجه الوحيده اللي بفهمها منك يا قطاطا مين يا جماعه؟ اللمبي حبيبي اهو هو جايب معاه قاعد يزعق والمحافظ ماشي جنبه سلام دخلوا السلطانه هو ده اللي احنا عايزينه وانا كده نجحت ايوه نجحت النبي نجحت نجحت طب انا هلعب تحت سن الكام احنا هناخدك معانا في الجيش في الجيش في طلائع الجيش وده الحدوه دي واحترف بعد كده والعب في اسكو انتهى فرز الجنود انتهى هاتوه اولاد السلطان ده ملك الدسوق دي ولا مين دي؟ خش مولاة الامير السلطان تقدم ايها الفتى الشهم لقد سمعت عنك الكثير وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمه تقدم يا غالي
يعني مش هبدا ليا ولا لمين؟ يعني انت عايز ردك عايزاني اتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على اي مائدة رحمن واروح قفشه على طول لفه واستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. والنبي انت اللي قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بصراحة كده يعني عارف انا بدوس جامد انا عارف شعري جحدة. ما اسمك يا اسمك ايه؟ ايوه بيتك ده اسم الليمبي. اريد ان اعرف هل هو متزوج ام لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. ايوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. انا بقول لك حربتولك في قلب شوال من نصريه ومغزوز ومتقاستك ومن فضل 14 جبوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ إذن فعليك به. أيوة حاضر خلاص خلاص. مولاة السلطانة شجرة الرز الأمير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاة السلطانة شجرة الرز مولاة الأميرة كم أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا ايه؟ مين ده؟ الخدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عندي مجانس. اسمحي لي يا مولاتي انا اخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده عمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا 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 بعد اذن مولاتي بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بي وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجره الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا. اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ما يضلجر. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قرط في عقد بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل. بطل يحمل اسم مصر الى العيباء فوق كده. لا من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا مولاي ازاي ايه؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش بدل زين العددين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقيبه ناس بتتدب تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسنت يا خزون. بتعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. زكي. فاتك وانا بحكي كايد الاميره زينات. الاميره زينات اللي بعتها في سوق العبيد عشان احافظ عليها من القطار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوه التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوه دي؟ الامير طربال اللعين. قربان. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟
احنا سددنا عجز سيوف، لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك الصورة دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصة للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولاة السلطانة شجرة الرز بعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمة شجرة الرز، دايما بتبدي مصلحة البلاد على مصلحتها الشخصية. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود أكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي أخبار من كل أنحاء مصر المحروسة. عايز عيون المنتشرة في كل مكان تبقى دايما جاهزة، دايما صاحية، مستعدة. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضل. خيانة الحرات، خيانة. خلاص سلم بيه، بس سلم بيه. تعبيط من سلم بيه بس. ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. ده ولدي الوحيد، هو ده كله. وحشني ابويا. ابويا متخافش، ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. لا مش عايز. انا الحكايه يا قمر الدين، زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟ من صغار يا مدام. ده اللمبي، اللمبي ده ولد غلبان. لا ما تقول لي يا اللمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا ده حبيبي، ده حبيبي. لعبوا لحد ما تبحث في شؤون خاصة مع المدام. مع المدام؟ لا ما هو لا. لحظة بقى، لحظة بقى يا عم حبيبي، بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخلة دي يا ملواي. مضطر يا اللمبي. مضطر ليه؟ هو ايه، اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاكم بعدين دخلتك دي. شوف انت بص، نخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها في ده الوطن، في ده مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه. حبيبي 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 هوبا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان بتاع ورا. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه انا حبيبي. اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه، طبعا حلوه. شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي ماشي. يلا وريني يا جمال. يا جمال هتوريني كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت ولا ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي. ابويا 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 الحصان. ابويا الحصان. فين الحصان؟ يا ده ده شويه. فين الحصان؟ يا ده يا ابويا. يا ده ده ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا في بطني. بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا. ام غلاستك ده، انت غلس قوي ده يا ابويا. بس نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو، هو بس مش سوي بحاجه ثانيه خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك سعادتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا، مش دول مش دول، هو كان الحصان والله. هو ده المصحف. انا هجيب من حصانه ثانيه. انا مش معود ابني على الكذب.
طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كذب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك لما دوقي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي، اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده، اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لان هو اكتر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان؟ اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر من كده يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عويل عويل عويل. الله ينعل ابو غلاسه اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي ايوه ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله. شكلها ايه؟ متناثرة الاحجام، فدي عايزه بوصله عشان تحددي الخلقه فين بتاعت الشاشه تعرفي تتكلمي معاها. وحشه يعني؟ وحشه منين؟ وحشه مني يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشه نفسها. دي تقدري تقولي رضعه من وحيد القرن. ها؟ فجاه في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجه وايه؟ وفاكر نفسها زغلوله، وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قالعه للامير قمر الدين. وماشي عمال تدلعه يمين وشمال، وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع الموسيقى. مولاتي السلطانه شجره الرز، لقد قتل الامير قمر الدين خشاف يا مولاتي. الامير قمر الدين خشاف ايه؟ الامير قمر الدين خشاف يا مولاي. كل سنه وانت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتل؟ وكمان عامل لي مفاجأة انك قتلت قمر الدين. مين انا؟ يا عنتير. انت حبيبي وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ انا ما قتلتش قمر الدين ده. انت حبيبي. ايوه وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمراية واحدة. كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني. خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة. يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي والنبي قشطه. انت عارف انت جايبه اخر الحريم، خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايبه من اخر الحريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا، مش هيجيب فيك الخربوش عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو. من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقه. يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، جدا الفرح والأفراح. يا
غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير اللمبي هريسة ابن المهروس، والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. اللمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير اللمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعنا، سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهاردة. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا آخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحياة بقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين اللمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين، بيقول لك بكره فرح، يعني فته وهوبر واللازم منه في بعد كده خير. والله العظيم طول عمرك حمار وعمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بلد، وانت بتتكلم في هوبر الفته. ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش حاجه؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان سندوتشات كبده عند المملوك؟ هوا هوا. شكرا. I'm not afraid.
ناس أمر أمر البنت دي وزة وزة إيه يا عمدة؟ دي بطة. أنت مال أهلك أنت؟ أنت مالك أنت ومال البط والوز؟ أنت تتكلم في الجاموسة في البقرة في الغربة ورايا يا حمار. وكأن القيامة هتقوم يا رجالة يطلقكم مراتك بالقوة حقها بطردة وسمعودة. أنا إيه عند الحاجة وأنت كنت شوية مقضيها لي الغاز اللي بطردة وحلقوه ده. أنا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار خلاني طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ أنا عارف شكل شيخ البلد. أنا لسه جاي من الكفار وعارف أشكالهم عاملين إزاي. ده شكل الكفار دي هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجة ما يتسكتش عليها أبدا يا رجال. طب وهنعمل إيه يا إخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافية لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمدة. والله العظيم هفرقه على العمدة ده. هخلي وجه الأرض كله يتفرج عليهم عمرناطة كده في حد الأرض. هتشوفوا. هتعمل إيه يا سعيد؟ اللي هعمل إيه؟ انت هتشوف اللمبي هيعمل ايه. هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجمنا وحسن ابو خد كبير بنيجي نطربعها بقى عليها هنا في قلب اللمبي. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحل اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زينب. يا حول الله يا رب الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه، انت احسن حاجه تطخ عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. وانتوا طبخين ايه النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي. اعلانات؟ ما دي هو ايه صوت الميه ده؟ يا بتحية بتعمل بالبير ويا رفع حد اسمها عواطف. نكتب وانا عايز اعرف اسمها تتحرق وده ايه ده كمان؟ بقولك ايه بس الواد الزعاف عزمنا هنا. اخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي؟ استجردتني يا هانم من كل اختصاصاتي. يا راجل اجري انت كلك على بعضك جريده. يلا انت انا هنا سيده القصر. يلا قصر حقك يا خدامة. بقول لك ايه، خدامة بس بشرف. بصي شرفك والنبي يديك ساعة على الدائري بيننا شرف ولا غيره. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وضعي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر؟ بصي 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 بتشتمك بتشتم جدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول؟ اخرجي يا عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البنت. لا لا ابو النبي اتخرجي اللي ده ساعه اكل اسهل ايه؟ دي غلبانة. ودي ست بردك خدامة يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلبة. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ انت وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة. ماشي يا بيئة يا دوكا. اسم الله عليك يا اللي جاية من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ اه؟ انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربة من تحت يباطك ان شاء الله تهرب من صخاريخ ودانك وتبقي في مجنونة في العربية التست. مش عارفه هتموتي مني ليه؟ مولعه ليه؟ ها؟ ها؟ انا واثقه من نفسي. واثقه من نفسي. انا واثقه من نفسي وعارفه انا عارفه انا عامله ازاي. ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها. لا ياخدوا اجيب مرايه ليه؟ المرايه اللي وحشين يجيبوا نفسهم حلوين وانا بعرفين يا قدامه. وانا هنا سيدة القصر. قصر قصر حقك. يلا يا اخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا بكي حته. نصي؟ طب انا ليه عماله فعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي. والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني ايه اختي وعي عم جاي من السنزليزيس مره؟ ما كانش جاي ده كان بيتنطط من الاتوبيس توك توك دي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريح ده ويخش بمناخيره تحت الباب ده. مفيش ميه يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرقه. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ايه المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يقرا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم يروح رافع باطه والمره تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا
ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص كفاية كفاية قطط قرفتيني. أنا خلاص خلصت الطماطم أهو. خلصت إيه؟ الطماطم. طماطم؟ اسمها قوطة. قوطة. اسمها إيه؟ قوطة. قوطة. قولي ورايا قوطة. 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 أيوة كده. خلاص؟ خلاص. اتفضلي. خلاص هاتي بقى الطماطم. أنت لسه قايلة قوطة. يا أختي هو كلام نسوان بعد ما المطبخ وبقى نتكلم في إيه؟ خلاص هي دي؟ قطقطة بس كده حلوة أوي. حلوة؟ أيوة. ميرسي. بس هاتي بقى الفرقة أهي. بركة كده وبركة كده. طب والصدر؟ ما أعرف صدر بقى. زي الفل أهو. يا مرد عجيان. لا قطقطة أنا ما أقصدش صدرك أنت، أنا أقصد صدر الفرخة. ما أيوة يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب أنت عارفة الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبة بلدوج. كلمة البلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب 80 بلدوج وماتت. سمع عليها كلاب صغيرين بلدوجات ورحت لخدتها وقعدت ارضع فيهم وكبروا بصلاة النبي وبقى فيهم واحدة مكتوبة دلوقتي. كلبة ايه يا قطاطة؟ انت بتشتغليني؟ انا هموت واعرف انت بتش. انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بنشوفها وبتشوفي ناس غريبة. بتشوفي ايه انت؟ يا اختي انت تفتكري هنتكلم في ايه؟ انت تفتكري ان الصوان في المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ بيقعدوا يتكلموا على دي؟ ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما وتبص تلاقي المره من دول سرح الكاتب جرب على طول يقول لي احسن مني. هي كده كلام مش وانت تعملي ايه؟ مزوع. يا قطاطه انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت ده مش هياخد مني من حاجات بيحاول بصي جاي اهو بيشاور عليا. هذا يا ولد هذا يا ولد الحب مش بالعافية. تترجفي للمراجوز فاطمة بتترجفينيش أميلة. هو أنت خطيبي؟ طب هو حبيبي الله في غنمها أمثال حبيبها. دقتي رنا على بيبان اسمان ضار ساتر يا رب. يا عيني عليكي يا حبيبه امي. انا لحقت يا دي حلوان. فين الزفه يا ولد؟ ايه يا بلد مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام مش عايز اسمع هسه دبت نمله زقزقت عصفوره ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقره تنعر خصوصا في الليله المفترجه دي. فاهمين يا حوش؟ هو فيها الحوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطايه. فاهم يا عمده فاهم. نرجتك ده يا فمك نور. يا الله انت يا اختي بتتحسوك ليه يا بنت؟ انت روح امك انت، مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها؟ عايزة ايه؟ لا لا صحيح في ايه يعني؟ تعالى يا عمري. وطي صوتك طيب. تعالى ايه؟ ايه برمي عند الماء بالراحة. خير يا نور عيني. خير يا راجل مالك في ايه؟ لا يعني اصل الزفه خلصت وانت كلك نظر. يعني بعد الزفه ايه الاجراءات يعني؟ انت يا راجل مش زفيت واتزفت واتنيلت ب60 نيله في ايه تاني؟ واني يعني هجيب العيل بالزفه بس ياك؟
احنا مش اتفقنا يا عمدة ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا انا؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللمضة يا عمدة. ليه؟ هي غارت؟ وطي اللمضة. حاضر يا بنت ادري. ايه العجلبيتك يا عمدة؟ اقصر الشر يا مقتدر. ايه العجلبية يا عمدة؟ نامي لوحدك يا عني. العمدة مرضه مني الليلة ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمة تقومي يا بيت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بيت تنضفي الدار. العروسة قال والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي في الحياة سليبي. يا حبيبتي حبيبتي طلعها. ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سليبي. الحمد لله أخيرنا فتحية. القدر جنع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. أخيرا أخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حضرت فتحية أنا. قول قول يا عني. أنا إيه؟ أنا جعان أوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. كل الحمد لله ربنا بيطع من هنا وبيمسل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهيب أيضا هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فيه؟ أنا روحت بينك والكنز روح كمان. لا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو. هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمة وقنعت واروح واخد برضه متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي. هو ده الكنز. يا بصيبتي يا بصيبتي يا فتحي نهار كسوت يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيبتي. بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامة ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي انا انا سالت واستقصصت. ها سالت واستقصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او يعني من يومين. فاحنا مفيش انت تحلي لي دلوقتي يا بت انت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايزه يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده ده انا هعمل ده انا هموت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحمامه دي يا ده؟ انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابيع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي.
يا نهار اسود ومقليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى. لا صاحي. صباح الخير يا حضرة العمدة. وحياتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين وخيارة. خيارة؟ ايوه. داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سيلبي. صباح الخير يا تروحة. حياتك بقى زود الاوردر عشان خاطر صاحي تعب المرة تفطر معانا. انا عارف انه ده راست اوردر. اهو اطلب بقى انت عايزه ايه. انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طالب مني شايبه حليب وبقسمتين وخياره انما القته عليا انا داني حصرب من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه انت هتعمل ايه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانيه ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس. صباح يا بركة يا عمدي. اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي ها وتقول لهم متشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عار في عار. كفاية كده يا سيليبي. الراجل ده برضه في بقابة ابويا. شايف انا نعمة قصيدة البت دي والله. بسون العيش والملح والله. بحبك يا سيليبي. وانا يا بنتي انا موت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيبوا بوتا بقى. بوتا يا سيدي. هذا الموقف يسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح. اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى مش كفايه عسل باقي. انا رايح وراجع. ما تتحركش. انا عارف انا عايز اهرب دلوقتي. تهرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي. انا مش فاضي. انا ايه ده بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحنا حراضيك وهنسويه وحراضيك والله. بس اصبر عليا بس راجع لنا. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. عملنا حنوبه على صدري. انا عقبال ما استنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سيلبي. بنت نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سيلبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شاهد التربه ده والجلابيه. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك جنك ابن 18 سنه. استنى اللي قبلها باذن الله. ان شاء الله مش بشتر خير. انا مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا انا السلطان. نعم. هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصوره؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه. دخل دمياط دون علمي؟ وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه انا اللي هتكلم. فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده ايه؟ اصحي مفيش حريم تتكلم هنا. وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا. اقعدي يا بنت انا بقول لك اقعدي. اقعدي هنا. اقعدي. الشاب العظيم العتيق. طبعا انتوا كنتوا عارفين انه امبارح كان ليله دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب صوان. وطبعا المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره متفلتين ها وقعده وحجرين والصباحه وهي ترقص لي وكده. يعني بقى ليله الدخله بقى انتوا عارفين ان رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سخرانه طينه ومريضه ومفيش خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر ام الدنيا حبيبتنا.
فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخدعش تاني. عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! وطول الليل رغم ذلك فضلت دخنه قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر. لويس! نعم؟ لويس! قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر. لويس! يا عم هو كل شويه غير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس! انه ايوه قلت بقى لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش الميه. لذلك فكرت قررت ان الفرنسويين يدخلوا